عليك الضوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام. سمع عدلك فيديو لهاد النبتة التي كانت سببا في وفاة 3 أطفال حي المرس بالضبط محمد بن كيران. هذه النبتة التي تسمى بنبات الداد التي تشاهدون بها هي السبب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خي إبراهيم بخير، صحة لاباس مزيان؟ الحمد لله خي إبراهيم، بارك الله فيك أخي، الله يجزيك بخير. مرحبا بك وليدي. أبا أبا أحودي صور ولا تين شرط ولا تدخل البيت أبا. الله يحفظك أخي إبراهيم، بارك الله فيك أخي. أخي جزاك الله خيرا أخي الحال. بغيت نوضح واحد المسألة، سبحان الله العظيم، على الله عسى ينفعني بها يعني إخواننا الذين يسكنون في نواحي مدينة طنجة، يعني في البادية ديال مدينة طنجة، خاصة الأمهات والآباء يعرفوا يعني مخاطر هذه النبتة التي تسمى، وهي المسؤولة عن وفاة 3 أطفال البارح مدينة طنجة كما تشاهدون في، فهي على شكل يعني نبات الجمار الذي هو المعروف اللي كياكلوه يعني الناس هنا في الشمال، لكن ماشي نبات الجمار، هذه تسمى نبات الداد، يعني تقتل حتى الحيوانات، نسأل الله السلامة كما تشاهدون في يدي. الأطفال ما ربما خدعاتهم وكلوها عند بالهم الجمار، لأن الجزء العلوي ديالها اللي هو كيكون فوق الأرض ما كيناش، حيت دابا الصيفية كاين عي، يعني اللي كيكون تحت الأرض يعني الجزء السفلي اللي هو هذا كما تشوفوا، هو هاد المصيبة هذيك كلوها، يقيسوا منها وكلوها ومات رحمة الله عليهم. ماتوا 3 الأطفال ومازال يعني آخرون يرقدون في المستشفى، نتمنى لهم الشفاء العاجل. هذه النبتة خطيرة، يعني تغسل حتى قلنا البهائم يعني في دقائق معدودة، يعني سولت عليها الناس الكبار الناس قدامين، وكذلك الوالدين ديالنا يعني قالوا لي حقا هي نبتة مسمومة وكيعرفوها خطيرة، كيعرفوها كتغسل، لكن الأطفال المساكين رحمة الله عليهم ما عرفناش. هي موجودة بزاف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خي محمد بخير، صحة لاباس العمراني، بارك الله فيك أخي محمد، جزاك الله خيرا أخي الكريم، تبارك الله على خي ياسين، الله يحفظك الخاوة، الله يجزاك بخير. بس نوضح الأصدقاء والناس ديال يعني الناس المجاورون لمدينة طنجة اللي كيسكنوا في الأحياء يعني في أطراف مدينة طنجة، بغيت نوضح لهم ونبههم من هذه النبسة الخطيرة، النبسة المسمومة التي كانت سببا في وفاة يعني 3 أطفال مدينة طنجة. هذه النبسة، وهذا هو الجزء السفلي يعني من النبسة الذي يكون يعني في تحت الأرض. وعلى ما يبدو أن يعني في نحن كنعيشو حاليا الصيف، يعني الجزء العلوي ديال النبات ما كيناش، وهذا الشيء اللي خدع الأطفال وخلاهم ياكلوها، يعني ظنا منهم أن هي الجمار وهي كتشبه النبات الجمار. هي هادي كلاو هاد النبسة، هادي كلاو هاد الشيء، هاد النبسة كيف رحمة الله عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خي عيسى بارك الله فيك أخي، الله يجزيك بخير. سولت الوالدة ديالي مسكينة الله يجزيها بخير على هاد النبتة، قالت لي راه معروفة، قالت لي كانوا كيقتلوا بها الكلاب يعني المتوحشة المفترسة اللي كتاكل مثلا كسيبة، كيعملوها لا في الحليب ولا في اللبن، وكانوا كيقتلوا بها حتى البهائم لك لوها البغال لك لها كيموت في دقائق معدودة. كذلك يعني الناس الأطفال، وكذلك سبق لما ماتوا بها الناس في طنجة هنا ماشي أول مرة. أحد الأصدقاء أخبرني يعني في الثمانينات ما بين 85 و86 ماتوا بها 4 ديال الأطفال، جوج ديال الأخوات جوج ديال الأخوات، برشي بالضبط. وكذلك ماتوا بها الناس في حومة الحاج المختار رحمة الله على جوج يعني جوج الدراري عاود صغار، ماشي هذه أول مرة، ماشي هذه أول مرة اللي غادي كيموتوا بها الناس في طنجة، يعني هذه النبتة يعني سبق لما ماتوا بها. خي محمد فلاح بارك الله فيك أخي بخير، صحة لاباس الحمد لله خي محمد. بغينا نوضحوا هذه النبتة الخطيرة التي كانت سببا في وفاة يعني أبنائنا وأبناء هذا الوطن،
رحمه الله عليهم، هي نبته خطيره يعني ما كناش كنعرفوها الصراحه الله. حنا يعني رغم اننا البلديه ما كنعرفوهاش، لكن الوالدين ديالنا كيعرفوها، وهي توجد بكثره بزاف يعني في نواحي مدينه طنجه للاسف الشديد. يعني بغيت نوجد يعني نشوف يعني الجزء العلوي ديالها حسو، لكن ما لقيتها شي حاليا، لقيت غير هذه بالدرع باش لقيتها. فلهذا احذرني الناس اللي كيسكنوا في الجوار ومدينه طنجه ينتبهوا على وليداتهم. احنا معروف الناس باش نكونوا واقعيين ونكونوا صالح، معروف الناس ديال الشمال كياكلوا بعد نبات بحال مثلا ديك السله والسليلاي والجمار، يعني كياكلوا هادشي هذا معروف فصل الرابع فيهم راه كياكلوا. ولكن هاد النبته هادي راه خطيره جدا وكتشبه الجمار. انتبهوا الى ابنائكم، ما تستهونوش باي مجرد الولد ما كيخرج من الدار كيصبح في خاطركم تعرفوها، اللي يخرج لا فائده ولا قرايه المدرسه ولا حاجه، مجرد ما كيخرج من الدار كيبقى ساعه ما كان وما كيرجعش للدار، راه كيكون احتمال يعني تعرضه لاي مصائب يعني وارده. 90% انه ما غاديش يرجع بسالم، يقدر يضرب شي واحد، يدابز، يتختطف، يضرب شي سياره، فلهذا ياكل شي حاجه، يعطيوها شي حاجه مسمومه، ما تقدرش تعرف، نزل يدوا شي حاجه مسمومه. فلهذا الاخوان لوجه الله كننصحكم تنتبهوا للابناء ديالكم. ها ما كاينش شي واحد يتوقع ان هذه النبته الجميله شوف انها ستكون سبب في وفاه يعني ثلاثه ديال الابناء من مدينه طنجه، وانباء ان هناك سبعه ديال الاشخاص اخرين الاطفال يزالون نزلوا يعني في المستشفى يتلقون يعني الاسعافات. ونودعكم وننبهكم الاخوان انتبهوا على ابنائكم، ما تخلوش ولادكم يخرجوا، ما تخلوش ولادكم يلعبوا في الزنقه، راه المخاطر يعني متعدده لا تحصى ولا تعد. راه الانسان اللي كيخلي وليداتو يخرج جوج سوايع ثلاثه ما يرجعش للدار، راه احتمال انه ما يرجعش للدار، احتمال انه ما يرجعش بسلام، احتمال يتعرض لاي كثير من المصائب وخاصه في هذا الزمن. هذه العشبه قلنا راها كانت سبب في وفاه هذه النبات، كانت سبب في وفاه يعني كثره الاطفال اليوم. هذه موجوده بكثره يعني في جهه سيدراس، في جهه ديال مرس اشناد، الضحى، العوامه موجوده، وها على شكل الجمار، الجمار الذي ياكله الاطفال، الاطفال الصغار اللي خلقوا في طنجه ما غاديش يعرفوا يسطحوش يفرقوا بين الجمار وبين هذه النبته التي تسمى الداد. قلنا في 86 30 4 ديال الاطفال رحمه الله عليه، وفي 90 يعني ما 90 قتلت شي واحد جوج من الحومه ديال الحاج المختار، واليوم كنتفاجئوا انه قتلت ثلاثه ديال الاطفال من المرس. فلهذا اخوان انتبهوا على ابنائكم، ربي يحفظكم ويحفظ يعني جميع ابناء المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخي بلال، الله يحفظك اخي عبد السلام، بارك الله فيك اخي عبد السلام، الله يجزيك بخير. وهذا النبته راه نتباديه يعني ما غاديش نشرح لهم لانهم كيعرفوها الناس ديال النواحي ديال مدينه طنجه، ربما هما اللي ما كيعرفوهاش. والله يحفظكم اخوتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحيه اخي عمر، الله يحفظكم اخوتي، الله يجزيكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.